السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله، قناة سباك محترف. رجاء الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو. النهاردة جبنا لكم يا جماعة مشروع جميل جدا ومهم جدا، اللي هو تعبئة وتغليف المواد الغذائية. المشروع ده مربح جدا لأي واحد، وممكن على فكرة تعمله من قلب البيت، يعني مش شرط تأجر محل أو مكان أو مخزن علشان تعمله. أنت ممكن تشتغل فيه في بيتك بأقل التكلفة وأقل سعر للأيدي العاملة، لأنه أنت وزوجتك مثلا أو أولادك هتقدر تعمل مشروع مهم جدا يا جماعة والله، وشغال ما شاء الله في مصر. أوكي، يعني تقدر تدخل البيت بس غرفة صغيرة في البيت أو نص غرفة، أنت تقدر تاخد مساحة 3 في 4 أو 3 في 3 تشتغل فيها أنت وأولادك أو أنت وزوجتك. وطبعا هيبقى في أهميات لموضوع المصنع ده، هيبقى يعتبر مصنع تعبئة مش عادي، مصنع يعني أنت هتجيب بس مكنة لحام اللي هي اليدوية والأكياس اللي هتشتريها ومكتوب عليها اسم المنشأ، اسم الشركة، اسم المواد الغذائية اللي هتشغلها، إذا مثلا سكر أو زيت أو عفوا سكر أو مثلا عدس، فاصوليا، لوبيا، أي مواد قابلة للحفظ. أوكي، تقدر تشتريها بالجملة، هتجيب الطن، لو الطن واقف عليك مثلا وليكن ب10,000 جنيه، هتبيعه لا يقل عن 15,000 جنيه، يعني يبقى داخل لك 5,000 جنيه مكسب. اوكي، لانك انت بتبيع بالقطاعي مش هتبيع بالجملة، فبالتالي ربنا يكرمك وهتقدر تشتغل وهتسوق المشروع لنفسك. الشروط بقى اللي لازم تبقى معاك، هيبقى انت لازم ترخص الشركة ديت على اساس الاكياس اللي هتطبعها، لازم هيبقى عليها اسم الماركة والشركة، وتعمل لك علامة تجارية مسجلة وتسجلها في وزارة التجارة على أساس محدش يسرقها منك ويعمل نفس المنتج، وبعدين منتجك لما يكبر وربنا يكرمك بدل ما هو يدوي هيبقى نص آلي. بعد ما يبقى نص آلي بعد فترة من الزمن، ممكن لا أقل عن سنة مثلا، بأمر الله هيكون عندك مصنع صغير وكده تقدر تشتريه، وبعد كده تقدر تعمل مصنع آلي تبيع الصغير وتجيب واحد آلي كبير. الكبير بقى ده ايه حلاوة او ميزة المشروع الكبير؟ هقولك، انت دلوقتي لما بتشتغل 10 اكياس في الساعة او 20 كيس في الساعة يدوي، اوكي، 25 او 30 كيس النص يدوي هتعبيهم، لا انت لو جايب الالي هيعمل لك مثلا 50 كيس في الساعة، فيبقى انت وفرت عمالة ووفرت وقت ووفرت جهد وتقدر تسوق اكتر. تمام، وهنجيب لك بقى المراحل الخاصة بتصنيع مشروع مصنع التعبئة والتغليف دلوقتي، هيبقى معاك على الفيديو، هتشوف جميع الحاجات اللي محتاجها زي كده. بقولك فيجب أن تتم عمليات التعبئة بعدة طرق مختلفة، منها ما هي آلية ومنها نص آلية ومنها كده يعني. فأنت حضرتك هتقرأ بقى الفيديو، أنا هسيبك مع الفيديو وهتستفيد منه إن شاء الله. وشكرا للجميع، ودعمونا بلايك وشير للقناة، واللي مشتركش في القناة ياريت يشترك ويشجعنا علشان نستمر وننزل كل جديد لحبايبنا ومتابعينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظروا منا فيديوهات جديدة إن شاء الله بالنسبة للمشاريع، وأقول لك على مشاريع جديدة يعني ممكن استفيد منها، زي مثلا الأدوات الصحية، بيع الأدوات الصحية أو بيع السيراميك مثلا أو بيع قطع غيار السيارات أو قطع غيار الموتوسيكلات والدرجات النارية أو التوك توك أو يعني أي آلة بتمشي على الأرض، موتوسيكلات، عجل، أي آلة. إن شاء الله هشرح لك وأجيب لك بالظبط زي كده من الألف للياء بالنسبة للمشروع. إن شاء الله دعمونا بس باشتراك في القناة وإن شاء الله